كلية التربية الرياضية اللي هي منظمة للمرضى. انتوا عارفين ان في مبادرة رئاسية اسمها بداية، وبداية دي عايزين ننمي فيها عقل وبدن كل طالب. عايزين النهارده ان شاء الله من خلال الماراثون اللي هيتعمل يبقى في منافسه، وان شاء الله في شهادات تقدير للاربعه الاوائل. ويمكن تقولوا لي مثلا هل الولد زي البنت في نفس المسافه؟ لا اكيد لا. ويمكن الدكتور وائل بعد ما يخلص الكلمه هيشرح لكم ازاي الماراثون هيبدا. وحتى الماراثون برضو اعتقد المسافه هتبقى اقل للدكتور وائل من الطلاب. انا عايز بس اقول لكم ان احنا بنعمل هذا الماراثون من خلال مبادره بدايه. احنا زي ما بننمي الفكر بتاع الطالب عايزين برضو ان احنا ننميه من الناحيه البدنيه. واي مشكله بدن الطالب وازاي يبقى عنده قدره بدنيه تؤهله للقدره الفكريه ايضا، لان البدن لو كان ضعيف اعتقد انك مش هتستوعب دروسك. فالنهارده ان شاء الله بنحاول ان احنا نعمل ولو جزء بسيط لاسباب الطلاب، وان شاء الله تبقى سلسله طول السنه من الانشطه المختلفه. ان احنا نبدا النهارده مع بدايه العام الدراسي، ولحسن الحظ ان احنا ايضا